السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نوريكم فيه جوج أشكال ديال الصابلين ديال السبوع اللي حضرت للعقيقة ديال ولد أختي. فحضرت الشكل بعجينة الشكلاط، والشكل الثاني كان صابلي بالكوفرات مغلف بالشكلاط. تبعوا معايا باش تشوفوا المراحل. عجينة الصابلي هي نفس العجينة اللي كنخدم بها كل مرة، غير هنا بدلت الزبدة، درت زبدة سبيسيال والزيت اكتفيت في بربعة الملاعق فقط عوض ما ندير كاس إلا ربع، ودرت نكهة الناطة. من بعد ما عجنت العجينة وخليتها ترتاح ليلة كاملة، سرحتها وقطعتها على هذا الشكل ديال تريكو، ودخلتها الفران ساخن حتى تحمرت ليا. من بعد ما تحمرت وخرجتها، كنت موجدة عجينة الشكلاط من قبل، دهنت الصابلي بالناباج ولصقت عليها عجينة الشكلاط. عجينة الشكلاط تلقاو الفيديو ديالها في القناة عندي. ندوزو للشكل الثاني اللي كان صابلي بالكوفريت ولصقته بالكوفريت ونيسلي. غادي تلقاو الرابط ديال الفيديو ديالو في صندوق الوصف. من بعد ما وجدت الصابلي كامل ولصقته، ذوبت شكلاط ابيض، غمست فيه داك الصابلي، خليته يتسقطر وحطيته جانبا. هاد الصابلي لونته بجوج الالوان، الجزء الاول خليته هكذا في الابيض، والجزء الثاني خديت شكلاط ابيض دايب ضفت عليه شكلاط في المثال في اللون الازرق، حركت مزيان حتى داب ليا الشكلاط وحصلت على اللون اللي انا باغياه، وغطست فيه قطع الصابلي. من بعد ما ساليت قطع الصابلي خليتهم جانبا ينشفوا، وخديت مول ديال البلاستيك على شكل قشرات، درت فيه شكلاط ابيض وشكلاط بهذا اللون باش نزين به الصابلي في الاخير.
هنا دزت لمرحلة التزيين. كل قطعة ديال الصابلي كندير عليها مقيطة ديال الشكلاط باش نثبت بها دوك التقيشرات، ومن بعد كندير خطوط بالشكلاط ونلصق عليها العقيق. هذا بالنسبة للصابلي اللي بهذا اللون. هنا خديت الصابلي اللي باللون الابيض، درت له نفس الطريقه ديال الصابلي الاول. الاختلاف اللي كان هنايا من بعد ما درت الخطوط رشيت عليه زنجلان ملون. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي حضرت، وكذلك الجزء الأخير من سلسلة حلويات العقيقة. نتمنى يكون الأشكال اللي وريتكم عجبوكم، ومع السلامة الفيديو المقبل إن شاء الله.